بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها كان قول الإمام البخاري رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وكانت الرواية الثانية رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة أيضا الرواية الثالثة هي رواية عن علقمة رحمه الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، يبقى إبراهيم الراوي عن علقمة، قال فلما سلم قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلا تحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة التوجه نحو القبلة حيث كان. يبقى استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ومرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يبقى استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. يبقى استقبال القبلة وأن ده شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كما روى ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يبقى 16 شهر أو ما يقصد 17 شهر هو بيتوجه إلى بيت المقدس، وده الكلام ده كما ذكرنا لما هاجر من مكة إلى المدينة، وإلا الصلاة فردت في الإسراء كما بينا وكانت الوجهة إلى بيت المقدس، ولكن هو ذكر هنا هذه المدة أي أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة يبقى كان بيصلي إلى بيت المقدس، وظل على ذلك الوضع 16 شهرا أو 17 شهرا، لكن قبل ذلك وإن كان قبل ذلك في مكة يبقى كان بيصلي إلى بيت المقدس، لكن كان بيستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة توجه إلى بيت المقدس، لكن في المدينة لما هيستقبل بيت المقدس لابد أن يكون مستدبرا للكعبة، فظل على ذلك هذه الفترة، وكان يقلب وجهه في السماء صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرا، يبقى دي قبلة المسلمين، وهذه هي ما نتوجه إليها في صلاتنا، أنها شرط من شروط الصلاة. قال فتوجه إلى الكعبة، فقال السفهاء من الناس اللي هم اليهود، لأنه كان يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته، فربنا سبحانه وتعالى بيّن كيف نرد على هؤلاء، الله عز وجل يعلمنا كيف نرد على سفاهة الناس، سفاهة القوم، وعلى ذلك كيف نرد، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يبقى كيف نرد على هؤلاء؟ هنجد كيف نتعلم الرد لما بنيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمنا كيف نرد على ضلالات القوم، وكيف نرد على سفاهات من تسفه او طعن في شريعه الله سبحانه وتعالى، وده بالاضافه ايضا ان هناك اسئله كانت مطروحه من الصحابه رضي الله عنهم، وعلى ذلك كانت الاجابه تاتي من السماء. قل، يبقى يسالونك عن المحيط، قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط. واحنا ايضا كما يعني اليهود لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ارادوا ان يتسفهوا ويطعنوا فيسالونك عن الروح، قل قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا، يبقى كيف نرد؟ هنا ايضا دولت لما تسفهوا، قلنا مقصد هؤلاء دائما هو القاء الشبه في طريق المسلمين، قلنا حتى يحدث زعزعه، والمسلم لابد ان يكون ثابتا على يقين مما أنزل الله تعالى على رسوله ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحق، يبقى ما فيش فرصة أبدا ممكن تترك لهؤلاء لكي يزعزعوا المسلم عن ديني أو يقيني بذلك الدين، فإحنا ننتبه، والكلام ده يعني يتطلب العلم، يعني يتطلب العلم، قلنا لأن هم يتصيدون الجهال أساسا، السفهاء دولت يتصيدون الجهال، يقولون طرح الشبهات، وقد لا يستطيع الإنسان أن يرد، وبالتالي يحدث ذلك زعزعة أو زلزلة في نفس ذلك الإنسان، نقول لماذا؟ يجهل المسألة، وبالتالي ده دايما طريق الشبهات، يبقى طريق الشبهات، يبقى كيف ننقي القلب من الشبهات؟ يبقى بالحصانة، نحن نتحصن، والتحصن ده لابد أن يكون بالعلم، ويكون بالمعرفة، عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما نستطيع به أن نرد على ضلالات وسفاهة من يتسفه ويطعن في دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يلقننا كيف نرد، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الانصار في صلاه العصر فنحو بيت المقدس، ما زالوا قلنا لانهم لم يعلموا بعد نسخ القبله، نسخ القبله، فلما مر على اولى القوم في صلاة العصر قال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، يعني لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم ثم يستفسروا عن الأمر، لا، العهد كان عهد كله أمان وصدق، يبقى كان أمان وصدق، وبالتالي على ذلك بمجرد أن وصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول في صلاته إلى الكعبة استدارهم في صلاتهم، يبقى جزء من صلاتهم صلوها إلى بيت المقدس، والقبلة كانت نسخت ولكن هم لم يعلموا، وبالتالي على ذلك لا يكلف الإنسان إلا بعد العلم، يعني لا يكلف بهذه المسألة إلا بعد العلم، وكانوا يجهلون، فلما وصل إليهم العلم في المسألة تحولوا وهم في الصلاة، يعني لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم ثم يستفسرون أو يسألون، لا، بمجرد ما وصل هذا الكلام إلى مسمعهم استداروا، قلنا مسألة استدارة الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة يبقى نقول على ذلك مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، ننظر كده إلى الوعي وفقه الصحابة
رضي الله عنه. قلنا لما يستديروا كده يبقى يستقبلون بيت المقدس ويستديروا الكعبة. المطلوب دلوقتي يبقى يستقبل الكعبة ويستدبر بيت المقدس. يبقى نقول الدوران على 180 درجة كما يقولون يعني. يبقى هيدور ازاي؟ يبقى هو كان مستدبر الشيء هيستقبله، يبقى محتاج إلى 180 درجة لكي ينتقل. انتقلت ازاي؟ لما يبدلوا الصفوف، فعلى ذلك نجد أن الإمام هو في آخر الصف وأن النساء يتقدمون في الصف. فيترى إزاي هيكون الأمر؟ فعلى ذلك الإمام يتقدم، لذلك تقدم إلى البداية، والنساء بعد ذلك يرجعون خلف صفوف الرجال. هن بنظام وانتظام، وليس هناك يعني هرج ولا مرج ولا خلطة ولا اختلاط. قلنا ده وعي، وعي الصحابة، فهم الصحابة رضوان الله عليهم. والكلام ده مش في هذه القصة فقط، ولكن نقول أن في صلاة الخوف أيضا، يعني كيف ترتب الصفوف؟ هذا صف يصلي خلف الإمام، ثم بعد ذلك ينتقل ويأتي الصف الثاني أو الفريق الثاني لكي يصلي أيضا ركعة مع الإمام، وهكذا. نقول صلاة الخوف أداها الصحابة رضي الله عنهم. احنا بنتكلم عليها كده لو احنا في المسجد ده فقط، في المسجد قلنا يبقى انا هنصلي اهو، هتقدم للامامه، هصلي اماما، وبالتالي يبقى صفوف المأمومين من خلفي، وكان هناك نساء يصلين ايضا معنا. فلما ننتقل كده هننتقل ازاي؟ انظر بقى الى الحال، انظر الحال كيف ننتقل. المطلوب ان انا اتقدم امام الصفوف، قلنا لما يبقى هنتحول الى الجهه الثانيه، ونساء ايضا رجعنا الى وراء الصفوف، صفوف الرجال. يا ترى هيبقى الحال ازاي؟ كيف يكون الحال؟ هنجد ان احنا يعني هرج ومرج، هنجد مش هنجد الا ان احنا نخرج من الصلاه ونبدا ننظم الصفوف مره ثانيه. هم لم يخرجوا من الصلاه، لم يخرجوا، عشان نعلم كده يعني منزله الصحابه رضي الله عنهم، فقه الصحابه، وعي الصحابه رضي الله عنهم. انظر يبقى احنا نقول في مسجد بس كده احنا مش هنعرف نصلي يعني او ننتقل، مع ان مسجد يعني ليس بالشاسع والواسع، فلكن يا ترى هننتقل ازاي؟ يبقى الصحابه مدربه، مدربه على النظام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال: فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبه. يبقى التوجه نحو القبله حيث كان. يبقى قلنا المساله دي لو اخطا الانسان ودخل الى مسجد فظن ان القبله في الوجهه الثانيه فصلى واخطا، فعند ذلك اذا دخل الانسان وقال ان القبله في الاتجاه الاخر، يبقى على ذلك ينتقل، يبقى يدور ثم يستقبل القبلة ويستكمل الصلاة، لا يحتاج للخروج ولا يستأنف الصلاة من جديد. يبقى ما صلى على الرغم أنه صلى في عكس اتجاه القبلة واستدبر القبلة، لكن هو على ذلك ما كان يعلم أن القبلة في الجهة الثانية، ظن أن القبلة كما هو يتوجه. فعلى ذلك لا نقول له لابد أن يعيد الصلاة، لا، لا يعيد الصلاة، لو انتهى منها الصلاة صحيحة. لو كان ما زال في الصلاة يبقى المطلوب أن يدور حتى يستقبل القبلة كما أشار له الرجل. يبقى في الحالة دهيت يبقى نستكمل، يبقى عدد ركعات ما سبق على الرغم كان مستدبر القبلة أو متجه إلى غير القبلة، لكن نقول صلاته تصح لأنه كان يظن أن القبلة في هذا الاتجاه، ويستكمل ولا يستأنف الصلاة من جديد، وإن تم الصلاة فلا يعيد الصلاة. قال: حتى توجهوا نحو الكعبة. الرواية الثانية رواية جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. يبقى حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. يبقى كلما بيصلي على الراحلة يصلي صلاة النافلة، لا يصلي صلاة الفريضة، فإن حان وقت الفريضة كان ينزل من على الدابة ثم يصلي ويستقبل القبلة. في صلاة النافلة معلوم ان النافلة مبناها كده على التيسير دايما، يعني النافلة مبناها دايما على التيسير. يبقى نقول ان القيام يبقى ركن اركان في الفرض، يبقى القيام في الصلاة كده ركن اركان بس في الفرض. طب في النافلة جاز لك ان تبدأ النافلة من جلوس حتى لو كان هناك قدرة على القيام من باب التيسير، لكن الفريضة لا يصلح. عشان كده دايما نقرا في الكتب ان من اركان الصلاه القيام في الفرض. ليه بيقول دايما بيقيدها كده القيام في الفرض؟ لان النافله من الممكن ان تبدا النافله وانت جالس مع وجود المقدره على القيام، عشان ده من باب ايه؟ التيسير. صلاه النافله على الدابه جاز لك ان تصلي النافله على الدابه، نستقبل القبله ثم بعد ذلك نصلي حيث توجهت الدابه.
نقول على ذلك. لكن لو كانت فريضة يبقى ينزل ثم يستقبل القبلة ويصلي حتى ينتهي من صلاته. الصيام في صلاة في صيام الفرض لابد من تبييت النية. طب صوم النافلة؟ لا، صوم النافلة ممكن يعني ان طرأ له ان اصبح كده ولم يشعر بجوع او عطش فطرأ له ان يستكمل ذلك الصوم اليوم صياما، يبقى نقول على ذلك يبقى ينتوي من هذه اللحظة. لكن الفريضة لا، فنجد النافلة دايما مبناها على التيسير، مبنى النافلة دايما على التيسير. يبقى لذلك في كما يقول جابر يفهم من كلامه قال فإذا رد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. يبقى في النافلة بيستقبل القبلة ابتداء ثم حيث توجهت به الراحلة، حيث توجهت به الراحلة. يبقى الفرق ما بين الفريضة والنافلة أن النافلة مبناها على التيسير. ثم ذكر الرواية الثالثة وهي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. إيه الشاهد من هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به هذه الصلاة يعني حنجد أن في رواية تأتي بعد ذلك أنه صلى خمسا يعني زود في الصلاة، فعلى ذلك يبقى كان المطلوب ان هو يجبر هذا الصلاه يرفع الزائد عن طريق ان يسجد سجدتي السهو. فهو سلم واستقبل القوم بوجهه، معنى كده ان هو كان لسه في بقيه في الصلاه وهو ان يسجد سجدتي السهو قبل التسليم. فعلى ذلك لما وجهه للقوم يبقى استدبر القبله في ذلك. يبقى حاله برضك لما يسلم الانسان من نقصان، يبقى صلى كده العشاء فكان جلس في الركعة الثالثة ولم ينتبه ولم ينبهه أحد وبالتالي سلم ثم استقبل الناس بوجهه، يبقى هو استدبر القبلة مع مع أنه لابد أن يكون يعلم أنه في صلاة الآن لأن الصلاة لم تتم بعد. يبقى لما هو بيسلم كده من نقصان ويستقبل القوم يبقى نقول استدبر القبلة مع أنه ما زال في صلاة لأن الصلاة لم تتم بعد، لم يتمم الصلاة بعد. في الحالة دي لما بيذكر بيستقبل القبلة ثم بيستكمل إن كان ركعة ناقصة ويسجد سجدتي السهو، إن كان بقى زيادة وبالتالي استقبل بعد انصراف من الصلاة استقبل القوم فقالوا صليت خمسا، صليت خمسا، فعلى ذلك يبقى يتوجه مرة ثانية إلى القبلة، يبقى هو ما زال في صلاة، يبقى استقبل القبلة وهو ما زال في صلاة لكن هو ما يعلم. لذلك يبقى في الحالة دي لا تنقطع صلاته، لا تنقطع صلاته، وده الشاهد من الكلام. فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في صلاة شيء؟ وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. والصحابة رضي الله عنهم يعني لم ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن ده وقت تشريع. يعني لذلك انظر إلى الأسئلة اللي تطرحها الصحابة رضي الله عنهم، ده زمن تشريع وزمن وحي، ده زمن نزول الوحي. وبالتالي ذلك قام، تقول لماذا قام الصحابة ولم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ فعلى ذلك نقول لأن ده زمن وحي، يعني ده زمن وحي، فكانوا على ذلك لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا يا رسول أحدث في الصلاة شيء؟ فقال وما ذاك؟ يبقى طرح السؤال أهو هم عارفين إن دي ركعة خمسة، وبالتالي إنما جعل الإمام يتم به فيما صح من عدد الركعات أو الصلاة، لكن لو زاد الإمام يبقى لا يتابع على ذلك، لكن ده كان زمن تشريع وزمن وحي. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولما انصرف قال رسول الله حدث في صلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، يبقى هو ما زال في صلاته وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل عليه بوجهه قال إنه لو حدث في صلاة شيء لنبأتكم به. يبقى ما يجوزش إنه يأخر البيان عن وقت الحاجة، لو كان في حاجة حدثت عدد ركعات الصلوات تغيرت لأن نبأهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ويجري علي ما يجري علينا، قال أنسى كما تنسون وفإذا نسيت فذكروني. يبقى عرضة لهذا الأمر، عرضة لهذا الأمر،
يبقى نقول دي تسلية، يعني تسلية للمسلم، يعني تسلية للمسلم. فالنسيان ده عارض من العوارض، عارض، وده عارض بيصاب به البشر. إنما أنا بشر مثلكم، أن أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال لما شك الإنسان أحدكم في صلاته، يبقى لما شكيت كده يا ترى أنا صليت يعني في العشاء يعني 3 ركعات ولا 4 ركعات، سيبقى 3 ركعات أو 4 ركعات، يبقى ماذا أفعل؟ يبقى في مسألة أنك أنت تبني على اليقين، تبني على اليقين، يبقى 3 أو 4، يبقى 3 ركعات أو 4 ركعات، يبقى تبني على اليقين، تبني على الأقل، يبقى ده هاتي بالرابعة وبالتالي أسجد لسه. يبقى ده اللي هو لما القرار حاخده أن أنا أبني على اليقين. لكن في مسألة أخرى، مسألة التحري، يعني هي أنا صليت ركعة، هذه ركعة الثالثة من الرابعة، فقد يتذكر بقراء أو بعلامات، فغالب ظني أنها الرابعة وليست الثالثة، فأبني على يعني غالب الظن. يبقى دي مسألة التحري، يبقى دي مسألة التحري. يبقى لذلك قال فتحرى صفا ليتم عليه، تم بقى على اللي غلب على ظنك عليه. يبقى دي المسألة الأولى، تبني على اليقين. والاختلاف فين؟ في الركعة الرابعة، مش فيش خلاف في الركعة الثالثة. يبقى يا ترى صليت 3 ركعات أم 4 ركعات؟ فالخلاف في الركعة الرابعة، ويقينا صلى 3، يقينا صليت 3 ركعات، فأبني على اليقين، أطرح بقى الشك كده وأبني على اليقين، أستكمل ثم أسجد للسهو. نقول مسألة أخرى بقى، هو ان انا اتحرى، يبقى كده قرائن، مثلا الركعه الاولى قرات بكذا والثانيه كذا، هي دي غالب الظن هي الرابعه، يغلب على ظني ان فعلا هي الرابعه، فيبقى زي اليقين كده. فعلى ذلك يبقى ده مساله التحري، ويبني ويسجد ايضا للسه، يسجد للسه. يبقى الشاهد من كده انه لما حدث هذا الامر في الصلاه واستقبل القوم، استدبر القبله، يبقى لما ذكروه عادوا استقبل القبلة، يعني يبقى الصلاة لم تنتهي بعده، يبقى لم تنتهي، يبقى هنا نسى أو أخطأ، يبقى يعود مرة ثانية واستقبل القبلة ويتمم أيضا الصلاة، يتمم على أو يبنى على ما مضى ويتم صلاته كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب ما جاء في القبلة، ومن ليرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، قال عمر رضي الله عنه، وافقت ربي في 3، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5، فثنى إليه وسجد سجدتين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. يبقى ساء وأخطأ كده وصلى إلى غير القبلة، وكان يظن أنها القبلة أو غفل عن ذلك الأمر. يبقى استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. فإن سهى أو أخطأ في استقبال القبلة، فإن أتم الصلاة يبقى لا إعادة، إن تذكر في الصلاة أو ذكر في الصلاة يبقى عند ذلك يتوجه إلى القبلة ويستكمل ما نقص من صلاة، يبني على ما مضى. ما جاء في القبلة ولا يرى الإعادة على من سهى
فصلى إلى غير القبلة، ثم ذكر افتتح الكلام وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه. وأن طبعا ده السنة أن الإمام لما بينصرف من صلاته من السنة أن يستقبل الناس بوجهه، يستقبل الناس بوجهه. احنا دايما جرت العادة عند البعض ان احنا لما ننتهي من الصلاة بنجد ان كم من المأمومين يتوجه يبقى يستدبر القبلة، يستدبر القبلة ويتوجه الى باقي المأمومين. لا، الكلام ده من السنة، هذه فعلا من السنة بس للإمام. يبقى الإمام كده لما ينصرف من الصلاة يتوجه بوجه الى الناس، يبقى هيبقى مستدبر القبلة، هذه من السنة. لكن ليس من السنة انا كمأموم استدبر القبلة. الأولى كده أنك أنت تمكث في مكانك مستقبلة للقبلة، وبالتالي تذكر أذكار الصلاة، يبقى تذكر أذكار الصلاة، يبقى ده للمأموم. لكن نقول من السنة للإمام أن يتوجه بوجه إلى الناس بعد انصرافه من الصلاة، زي حاله حال لما يخطب الناس، يبقى يقوم خطيبا للناس حيث مستدبر القبلة يتوجه إلى الناس، يبقى المجموع الكبير متوجه إلى القبلة والإمام مستدبر، هذا من السنة. يبقى السنة كده المأمومين اهو، وده السنة للإمام. فالسنة المأمومين التوجه للقبلة، والسنة للإمام لما ينصرف الصلاة أن يستدبر القبلة. فإحنا يعني ننتبه إلى أمثال هذه الأمور. يعني في بعض الأحيان يبقى هو أراد أن يحجز يعني مثلا حائط ليسند عليه الظهر، نقول لك الأولى اتباع السنة، الأولى كده اتباع السنة، اتبع السنة. فالسنة دي السنة للإمام هو استدبار القبلة بعد الانصراف الصلاة، أو في خطبته للناس، أو في وعظه، يبقى بيستدبر القبلة وهو بيستقبل إيه؟ يبقى الباقي بيستقبل القبلة. فبذكر هنا وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. لما ذكروه يبقى على ذلك استدار واستقبل القبلة ثم أتم ما بقي من ركعات الصلاة ثم سجد للسهو. يبقى نقول من لا يرى إعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، لأن هو إزاي صلى؟ هو ما زال في صلاة، هو ما زال في صلاة. يبقى لذلك يبقى لما انتهى كده سلم بعد ركعتين من الظهر، يبقى الصلاة انتهت؟ لم تنتهي بعد، لما استدار كده هو ما زال في الصلاة، ما زال في الصلاة. فلذلك برضك من ضمن المسائل الهامة ان الامام ينصرف من الصلاه ولم يستكمل الصلاه، ظن انه قد استكمل الصلاه، فيستدير فيستقبل الناس. هنجد ان يعني لغو كثير من الناس، احنا ننبه الامام لكده، يعني ننبه طالما تم تنبيه الامام يبقى ايه، نمسك عن الكلام، ان احنا ما زلنا ايضا في صلاه ولا يصلح ان نتكلم فيها بكلام الناس. فيعني لابد ان ده عندنا يبقى فقه ووعي في المساله. يبقى انتهينا كده نجد الكل بقى بيتكلم مع الامام، صلينا كذا وكذا. لا، يعني لو قام إنسان يتكلم بالأمر خلاص إحنا نمسك، لأن إحنا أيضا ما زلنا في صلاة ولا يصلح كلام الناس ونحن في الصلاة. لابد إن إحنا ننتبه، أحاديث جانبية وكذا وكذا، إحنا ننبه الإمام، الإمام يستدير وبعد كده بيتمم الركعات الناقصة. يبقى ما زلنا في صلاة والإمام ما زال أيضا في صلاة. فلذلك قال ثم أتم ما بقي. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والأمر الثاني وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. الأمر الثالث واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. قال وافقت ربي في ثلاث. عمر رضي الله عنه لم يقل وافقني ربي في ثلاث، فالبعض قال هذا من أدب عمر رضي الله عنه أنه لم يقل وافقني ربي في ثلاث، ولكن في الحقيقة قول عمر هو ده قول على الحقيقة، أقول وافقت ربي. لماذا؟ لأن كلام عمر ده رضي الله عنه وأرضاه يبقى هذا الكلام سبق فين؟ في اللوح المحفوظ، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى. فلما يقول وافقت ربي هو ده ترتيب الكلام الحقيقي. لكن هنيجي نقول هذا من باب أدب عمر. طبعا الصحابة رضي الله عنهم مغموسة في الأدب، يعني مغموسة في الأدب،
ولكن يعني احنا تصحيح القول هل يا ترى ده كم من يعني ان عمر رضي الله عنه لم يقل وافقني ربي، ولا هي فعلا اللفظه كده تبقى صحيح قال وافقت ربي؟ لان ده كلام عمر النهارده بيكلمه، لكن ده هذا كلام سبق في لوح المحفوظ، والله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، وكذلك ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. ما الكتابة في اللوح المحفوظ ما من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي ليس بحادث، علم الله عز وجل أزلي ليس بحادث. يبقى على ذلك لما قال وافقت ربي في ثلاث، يبقى لما تكلم لا هي نزلت الآية، نزلت نتيجة هذا الكلام وكذا أو ذلك الحدث نزلت، لكن ده أساسا كل مقادير الخلائق مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل ذلك سبق في علم الله سبحانه وتعالى، سبق في علم الله. فلذلك قال وافقت ربي في ثلاث، يبقى ترتيب الجمله صحيح. فقلت رسول الله اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يبقى احنا بينا هذه المساله في الابواب اللي سبقت. وايه الحجاب، قلت رسول الله لو امرت نسائك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. دي من غيره عمر رضي الله عنه على امهات المؤمنين. فنزلت ايه الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليهم، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن. يبقى أزواجا خيرا منكن. طيب يا ترى في إيه؟ في الصفات. الآية ذكر بقى الصفات: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات أو أبكار. فهذا الوصف ينطبق على أمهات المؤمنين لأنه لم يحدث طلاقه، فنقول أن يبدلوا أزواجا خيرا من كنا بالصفات دهيت. فدي دلالة على أن هذه الصفات متوفرة في أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك تعالى عليهن. يا مسلمة، مؤمنة، قانتة، تائبة، عابدة، سائحة، وثيبات وأبكارا، يبقى منهم الثيب ومنهم البكر. فيبقى أيضا ده وصف لأمهات المؤمنين. هذا وصف يعني لما أجي أقول لك كده صف لي يعني أمهات المؤمنين، صف لي أمهات عبادتهم إزاي، أو صف لي يعني ما يتحلين به، فنقول يبقى مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. يبقى نقول أدي وصف أمهات المؤمنين، فتتوفر فيهن هذه الأوصاف، لأن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتطليقهن. ثم ذكر الرواية الثالثة، الرواية الثانية، رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت جوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يبقى كان في الرواية في الترجمة السابقة أنه مر على قوم الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، يبقى خرج بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى وجهوا نحو الكعبة. هذه بقى أمر رواية أخرى في أهل قباء بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، اللي هو في تحويل القبلة، وقد أمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فاستقبلوها، فكانت هم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يبقى على ذلك يعني أدركهم في صلاة الصبح اليوم التالي، يبقى هم صلوا عدد صلاة نحو بيت المقدس، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لأنهم صلوا على القبلة الأولى ولم يعلموا بمسألة النسخ. لما وصل إليهم أن القبلة نسخت وتحول الأمر الآن إلى الكعبة، يبقى استدارهم في الصلاة. طب الصلاة اللي قبل كده، يبقى على ذلك قال ولا يرى الإعادة على من سافى صلى إلى غير القبلة. يبقى لما صلوا كده صلوا إلى غير القبلة نسخت، لكن هم ما كانوا يعلمون، ما يعلمون. عشان كده التكليف إمتى؟ مع البلاغ. لما وصل لهم البلاغ يبقى بدأوا ينفذون ذلك الأمر، ما سبق يبقى لم يصل إليهم هذا التكليف. فدايما كده التكليف هيأتي مع البلاغ. فيبقى صلوا عدد من الصلوات بعد نسخ القبلة لعدم علمهم بذلك،
ولم يؤمروا بأداء هذه الصلاة التي صلوها نحو بيت المقدس، لأنهم صلوا ظنوا أنها القبلة ولم تنسخ بعد. لما وصل لهم البلاغ تحولوا هم في الصلاة. قال: وقد أمر، قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. أي أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أمر الأمة، إلا أن كان يأتي دليل كده يذكر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يبقى بتيجي كده الأمر ده للنبي في تطليقه للنساء؟ لا. يبقى لما يكون الأمر ده يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله واتق الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى لما بتأتي الآيات والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الأمر لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يختص به، ولكن يبقى ده لعموم الأمة. ولكن ده تأكيد لأهمية وعظم هذا الأمر، إلا أن أتى دليل يذكر أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خصص حكم الأحكام نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن قام دليل على التخصيص. لكن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب موجه إلى أمته، إلى أمته. يبقى: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يبقى لما بتيجي الآيات كده، يبقى عشان تأكيد على هذا المعنى والحكم ده، يعني تأكيد على هذا المعنى وهذا الحكم، فيبقى جادوا كفار واغلظ عليهم. يبقى ده أي خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حقيقته هو الموجه للأمة ما لم يأتي دليل بأن هذا الحكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سوى. فاستقبلوها، فوكانت هم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة. يبقى قلنا الأحكام لا تثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ، يبقى بعد البلاغ. يبقى وكذلك أيضا يعني الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يأتي دليل للتخصيص. وكذلك أيضا بيان كما بينا فقه الصحابة رضي الله عنهم، كيف استداروا وكيف بعد ذلك تحول الإمام، يعني لما استداروا أصبح خلف الصفوف فتقدم حتى يكون أمام الصفوف، وأصبحت النساء هي متقدمة في الصفوف ثم رجعنا حتى يكون من وراء المصلين من الرجال. قلنا من غير أي يعني خلل، أي نوع خلل. إحنا تصورنا الأمر، إحنا نتصور كده، إحنا بنتكلم على الأمر نظري، لكن ده كان أمر عملي. قلنا ده نظام وانتظام الصحابة رضي الله عنهم وفقه ووعي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجالا كانوا أو نساء، رجالا كانوا أو نساء. أيضا الرواية الأخيرة رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ يبقى نقول: لماذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لماذا؟ لأن ده زمن وحي، زمن وحي، وبالتالي على ذلك يخشى الصحابة أن تتغير عدد ركعات، لا يعلم، الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من هذا، يعرفون يعلمون ده يوم النحر، قال الله ورسوله أعلم. طب في أي بلد نحن؟ في أي شهر نحن؟ فعارفين الشهر في البلد، لكن قال الله ورسوله أعلم. ليه؟ ليه؟ زمن وحي، ممكن يتغير الاسم، ممكن يتغير الاسم، ولذلك لا تقدموا بين يدي الرسول، فيش تقديمه، لان ده زمن واحد، ممكن اليوم ده يتغير اسمه، يتغير اسمه، الشهر ده يتغير اسمه، يتغير اسمه. فلذلك كانت اجابه الصحابه: الله ورسوله اعلم. لماذا؟ يعني ما يعلمون، لكن خوف الصحابه ان يكون تغير الاسم، فلا يتقدموا بقول على كتاب ربي سبحانه ولا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفقه بتاع الصحابة، ده الفقه اساسا. الصحابه دي كانت تتحرك من خلال الايات، مدلول الايه. احنا بينا قبل ذلك ابو هريره رضي الله عنه يقول: لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم، لولا ايه كده في كتاب الله ما حدثتكم. وليه اللي حمل على ان يحدث القوم؟ ايه اللي حمل على ذلك؟ يبقى فهم الصحابه الايات ومدلول الايه، وان الايه دي لابد ان يمتثل ويعمل من خلال المفهوم الذي ورد من خلال هذه الايات. إن الذين يكتمون أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله عنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يبقى لابد بالبيان، فإيه اللي خلاه يتحرك ويحدث الناس؟ يبقى الآية دهيت، مع إن قلنا الآية دي نزلت في أهل الكتاب،
نزلت في الكتاب، لكن احنا يعني القرآن كله رسالات من الله عز وجل إلينا جميعا إلى كل مسلم. ما نقولش ده خاص بأهل الكتاب، ولكن لابد ان احنا ألا نتشبه بأهل الكتاب في أفعالهم، فإن كان التحذير حتى لا نسلك مسلك هؤلاء. احنا قلنا الشاهد والدليل الدائم كده ان احنا نتذكره واحنا بنطلب الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل بين لنا كيف ضلوا هؤلاء وكيف انحرفوا. ما دول أهل كتاب، أهل كتاب زي ما احنا عندنا الكتاب أو المصحف، فهم أهل كتاب يبقى عندهم شريعة، ولكن هم أساسا انحرفوا عنها. فلذلك احنا ننتبه يعني لا تنحرف كانحراف هؤلاء، واحنا بالتالي بنطلب المطلب ده من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، وبيبين صفة الصراط المطلوبة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. يعني يبقى انت حددنا حتى صورة الصراط، يبقى صراط من انعم الله عز وجل عليهم بالايمان والطاعه، وكذلك في المقابل اطلب من ربي سبحانه وتعالى ان انا اجنب يعني طريق الانحراف، ان اسلك مسلك هؤلاء اللي هم انحرفوا. يبقى عندهم كتاب لكن انحرفوا عنه، يبقى غيروا وبدلوا وانحرفوا عن منهج ربهم. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، والخطاب ده موجه لليهود، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قلنا لأن اليهودي يبقى في التوراة لا يقاتل اليهودي ولا يسعى لإخراجي من دياري، وإن وقع اليهودي في الأسر يبقى تكاتفوا جميعا وتعاونوا على فك هذا الأسير. فهم كانوا يطبقون بعض الأحكام والبعض الآخر لا يطبقونه. فماذا قال الله تعالى؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. نقول له ده خاص بقى باليهود، يقول لنا الاحكام دي باليهود. ما هو هو مالهم يعني ليه صبت عليهم اللعنه؟ فرقوا فين؟ في الاحكام. دي احكام يقومون بتنفيذها، ودي احكام نحوها عن واقع حياتهم. فالله عز وجل قال في المساله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وبالتالي ذكر العقوبه. يبقى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن إبراهيم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. الإيمان هو موجب الإيمان، نحن نستقيمه، لكن هم انحرفوا. فلما بنذكر كده احنا بنطلب من الله عز وجل ان احنا لا ننحرف انحراف هؤلاء. طب انحرفوا ازاي؟ ما احنا ممكن نجهل. الله عز وجل من رحمته واحسانه وانعامه ان بين لنا كيف ضلوا وكيف انحرفوا، وهذه مساله واضحه امامك اهو، يبقى واضحه امامنا المساله، فعلى ذلك تنتبه. يبقى التفريق ما بين الاحكام، يبقى هم فرقوا ما بين الاحكام، كان لهم خزي في الدنيا وخزي ايضا في الاخره، يعني ما ينتظرهم من العذاب في الاخره اشد يعني. وبالتالي احنا ننتبه، يبقى ده الخطاب لي انا ولك، ده اللي فهمته الصحابه رضي الله عنهم. يبقى الايات دي نزلت في اهل الكتاب، لكن انا حذر ان اسلك مسلك هؤلاء. يبقى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله عنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. قلنا لانهم ايه؟ كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة والإنجيل، ويعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر. لكن الحقد بقى والحسد والغل الذي في قلوبهم، يبقى على ذلك حادوا وكتموا ولم يبينوا. يبقى احنا ننتبه برضك ان انت مطلوب انك انت تبين، ومطلوب ألا تكتم. عشان كده دايما احنا بنأكد يا اخواننا، احنا تعلمنا العلم، اياك ان يكون ذلك علم حبيسا في صدرك، اياك انك انت تضع العلم كده في الصندوق ثم تغلق عليه، هتطالب به عند ربك سبحانه وتعالى. والايه بتقول اهي، وانظر الى فهم الصحابه رضي الله عنهم، يعني افهم هذه الامه لما نزل من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى هم افهم الامه. احنا دايما نقول ايه؟ القران والسنه بفهم سلف الامه، ليه؟ لانه عصر التنزيل. يبقى الايه ديت ما رايناش حد من الصحابه قال ده والله ده خاصه باهل الكتاب او نازل في شان كذا وكذا، لا، ده القران كله رسالات الرب سبحانه وتعالى الينا، سواء بقى المطلوب منك يطلب بطريق مباشر او غير مباشر. التحذير كده اما ننبهك على مساله او احذرك انتبه، هي انتبه، اياك ان تسلك مسلك هؤلاء.
ياك، وده واقع واقع. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ده على سبيل الجزم. تتبعون سبل من سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. قال ايضا النصارى رسول الله، قال من القوم الا هؤلاء؟ يعني هنتبع احنا مسلك اليهود النصارى هيقع ذلك في الامه. وقلنا الروايه خرجت على سبيل الجزم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، ده ايه؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لا دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. جحر الضب ده حاجه ضئيله جدا، يعني اقل المسالك هتسلكوها برضه. يبقى طب لو انا اسمع الروايه دي ايه المطلوب مني؟ اكون حذر تماما، حذر تماما. وعشان انجو انا من هذه المساله استقيم على امر الله سبحانه وتعالى. استقيم ازاي؟ ما هو الكتاب قال لنا، قال لك افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. يبقى تفعلش ده، عشان ده طريق المنحرفين، افعل كذا طريق المهتدين. فالله عز وجل بين لنا ووضح لنا، والحلال بين والحرام بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صليت خمسا فانا رجلا وسجد سجدتين. ثم ذكر الباب التالي، باب حك البزاق باليد بالمسجد، نرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.